في غياب عدد كبير من اللاعبين زي أكرم توفيق مصاب والونش مصاب وأحمد فتوح، يعني تقريبا جناحين المنتخب مصابين، ولكن كان في أداء هايل للاعبتنا وده حاجة ما نقدرش ننكرها. المدير الفني أحسن الاختيار المرة دي، فعلا أحسن الاختيار، أعتبر أن التشكيل أفضل بكتير. حضرتكم أكيد لاحظتم برضو أن الحظ ما كانش حليف بعض اللاعبين زي مصطفى محمد، مع أنه كان متألق جدا في الماتش ده، وفي الدقيقة 14 ضاع مننا هدف غالي جدا، وبرضو في الدقيقة 32 ما كانش الحظ حليفه، كانت رأسية ثمينة جدا وكان هدف محقق، ولكن صدها حارس المرمى المتميز جدا محمد مصطفى حارس مرمى السودان. طبعا كلنا كان عندنا أمل في الشوط الثاني بعد خروج حارس مرمى السودان محمد مصطفى ودخول الحارس أبو عشرين، توقعنا أهداف أكتر بصراحة لمنتخبنا، وبصراحة أنا شايفة أن منتخبنا ما قصرش، كان في هجمات كتيرة جدا على المرمى، ولكن ما حصلش، كان ينقصها التوفيق. أنا شايفة أن منتخب السودان كان مستعد جدا، له كل الاحترام بصراحة، الكابتن برهان كان مستعد جدا جدا هو والمنتخب بتاعه لمنتخب المصري، وكان أداء غير اعتيادي أبدا من منتخب السودان، وإحنا ما اعتدناش أبدا على الأداء ده منهم. السؤال هنا، هل الكرة بتتغير في أفريقيا ولا إيه اللي بيحصل؟ كانت زمان الفرق بتدعي أن مصر ما تكونش في مجموعتها، إيه اللي حصل؟ بصراحة ما عدناش عارفين ليه نفضل لغاية آخر لحظة حاطين إيدنا على قلبنا وقلقانين وخايفين أن النتيجة ممكن تتغير. النهاردة منتخبنا أدى أداء جيد جدا، وأتمنى أن منتخبنا يفضل ويتطور أفضل وأفضل من كده. كل الدعم والتقدير لمنتخبنا والتوفيق إن شاء الله في الأدوار اللي جاية.